هو صاحب الصوت الجميل الساحر، ذا صيته مع افتتاح الإذاعة المصرية، وتبناه الموسيقار زكي مراد، واشتغل في السينما ممثل ومطرب، ولقبوه بالبلبل الباكي. هو الفنان عبد الغني السيد اللي عاش حياة صعبة ومر بمواقف مأساوية من بداية ولادته حتى وفاته. أهلا بيكم في مجلة الحياة، هنستعرض معاكم معلومات وأحداث مهمة عن حياة الفنان عبد الغني السيد. تابعونا. اتولد في أسرة بسيطة يوم 16 يونيو سنة 1908، وانفصل والده عن والدته، وتزوج والده من سيدة أخرى وأنجب 5 أبناء. فوالده كان بيعمل استرجي للموبيليا، وجعل أولاده جماعهم بيعملوا في نفس المجال، وكان منهم الفنان عبد الغني. ففي بداية حياته لم يكمل تعليمه، وأخذ والده للعمل معاه، وبدأت معاناته من طفولته. فكانت زوجة والده بتعذبه وبتحرق جسده بالمية المغلية. وفي يوم من الأيام دخل عليه والده ليلا، فوجده يبكي ورفع الغطاء عنه، فوجد ملابسه التصقت بجسده المحترق. وعلى الفور طلق زوجته التانية، وأعاد عبد الغني يعيش مع والدته اللي عاشت لابنها الوحيد ولم تتزوج، ولكن استمر في العمل مع والده في الموبيليا لينفق على نفسه والدته. وعلى الرغم من أنه لم يكمل تعليمه، إلا أنه كان بيجيد القراءة والكتابة، حتى أنه تميز بجمال خطه. وفي يوم وهو بيشتغل في محل الموبيليا، دخل عليه الموسيقار زكي مراد، وهو والد المطربة ليلى مراد والملحن منير مراد، فسمع صوته وأعجب بيه، وقرر أنه يتبناه فنيا. وبالفعل قرر عبد الغني السيد احتراف الغناء، وبدأ الغناء في الأفراح والصلاه، وكان بيقيم معظم الوقت في بيت مراد اللي أخده بيتدرب مع أبنائه. ومن وقتها بدأت أولى انطلاقاته في عالم الغناء، ولعبت الصدفة دورها مرة تانية في حياة عبد الغني السيد لما قابل الموسيقار رياض الصنباطي، ووقع معاه عقد إنشاء شركة بيدافون، وأصبحت أكبر شركة اسطوانات في مصر، وأصبح هو أول مطرب بيغني في الإذاعة المصرية بعد افتتاحها. ومن خلال ظاهرة كان يصعب تحقيقها، حققت أغنية نسيتي حبي بعد اللي كان مبيعات قاربت 1,000,000 نسخة. ومن بعدها توالت أغانيه ونجاحاته لحد ما وصلت ل800 أغنية، منهم أنا وحدي يا ليل سهران، بحبك مهما شوف منك، الحلو شاور لي بمنديله، أنا وإنت في الهوى، سحر جمالك فاق الحد. أما آخر أغانيه فكانت أنا ما تنسيش، وهي الأغنية اللي أعادت غنائها المطربة لطيفة التونسية. وفي السينما شارك في 16 فيلم، منهم 4 قدم فيهم دور البطولة. وانتقالا لحياته الخاصة، فتزوج عبد الغني في حياته 3 مرات. المرة الأولى كانت زواج تقليدي من سيدة من أقاربه، وأنجب منها 2، وهما زينب وبوسينة. أما زواجه الثاني فكان من ابنة وزير في الأربعينيات. في البداية أعجبت بصوته وسمته، وطلبت منه أن يديها واحدة من اسطواناته، فأهداها أغنيته الشهيرة نسيتي حبي، فأحبته أكتر وتم الزواج. لكن استمر الزواج لعدة أيام فقط، وصدر قرار من الملك فاروق بتطليقهم، لأنه كان لا يريد أن تصبح عادة متبعة ويتزوج البسطاء من طبقات الأعيان. وزواجه الثالث كان من شجون توفيق راسخ اللي حصلت بعد وفاته على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية سنة 1982، بسبب قيامها بقصة كفاح في تربية أبنائها منه، ليلى وإيمان ومحمد. والجدير بالذكر إن الفنان عبد الغني السيد أصيب بأزمة قلبية خلال زيارته لتحية كاريوكا وزوجها الفنان فايز حلاوة، وهو بيحاول الصلح بينهم، فردت عليه تحية كاريوكا بأسلوب قاسي، فتأثر منها جدا وشعر بالتعب، وتم نقله للمستشفى، وتوفى يوم 21 أغسطس سنة 1962.